صباح الخير متداولين ومتابعينا الكرام على صفحة تكمل العربية، معكم المحلل التقني والخبير المالي جوزاف ظهرية. أهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسة الصباحية اللي بنقوم فيها بتغطية مباشرة على معظم الأزواج والعملات الرئيسية. سوق الفوركس بشكل عام للدول وبشكل يومي، وبنقدر خلينا نقول إذا قدرنا نحلل تقنيا أو فنيا، خلينا نقول الرسوم البيانية، ممكن نستخرج منها إشارات أو فرص استثمار معينة. نحن بجلسات الصباحية والتعليمية عم نجرب نكون بقرب عمرك كرمال نقدر نحدد السيناريوهات المفترضة على أسواق المال ولسوق الفوركس بشكل عام. بهذه الجلسة طبعا رح كون معكم او رح نغطي خلينا نقول معظم العملات الرئيسيه وبعض الكروسز اللي ما بنمر عليهم بشكل يومي. الكروسز مثل اليورو جي بي بي جي بي بي ين الجي بي بي اي يو دي اليورو نيوزيلندي. رح مر على بعض الاكزوتيك خلينا نقول الكروسز اللي هن معظم المتداولين بفضلوا انه يتداولوا فيهم لسرعتهم او للفولاتيلتي الموجوده فيهم، لانه عاده المضارب بفضل انه الارباح انه يجنيها بشكل سريع. فرح نمر على معظم الكراسز الاكزوتيك كراسز الموجوده عندي لنشوف شو ممكن نتوقع سيناريوهات مفترض او عملات تضعف امام عمله اخرى او عملات تقوى على عملات اخرى. بتكون تعرفوا انه الفوركس في عندي خلينا نقول مخاطر مرتفعه، لازم يكون عندكم الخبره والرغبه المعينه في المخاطره، وطبعا ممكن انه الخساره تتجاوز راس المال او الايداع اللي اودعتوه بالشركه الماليه. بالنسبه للاجنده الاقتصاديه بشكل روتيني، خلينا نقول يوم ما في عندي شيء مهم، عند الريتيل سيلز، عند دخول الاسواق الامريكيه، الريتيل سيلز منا كثير بتاثر خلينا نقول على الاسواق الماليه. بتلاحظوا انه باخر فتره ما عندي اي خبر او اي بيانات ممكن تكون عم بتهز الفولاتيليتي بشكل او اخر. كنت حابب اليوم مر على الفولاتيليتي اندكس، اذا فينا نمر على الفولاتيليتي اندكس ونشوفه على tradingview.com، اللي هو بنقدر خلينا نقول نعرف او نكتشف التقلبات اللي بالسوق او الفولاتيليتي اللي ممكن نشهدها، اذا هل يا ترى ممكن ترتفع بالجلسات القادمه ولا لا. مهم جدا هذا الاندكس اللي ممكن انه نمر عليه، ولكن لازم نكون عارفين خلينا نقول اسمه يسمى بالفيكس. اوكي، الفيكس هو الفولاتيليتي اندكس اللي هو سي بي او اي فولاتيليتي اندكس. بتلاحظوا انه الفولاتيليتي اندكس هلا قرب ادنى مستوياته تقريبا اللي هو عند 12، ولكن لما الفولاتيليتي اندكس يرتفع مثل على سبيل المثال بفبروري 2018 بشهر فبراير 2018 اصبح عند الفيكس بسعر تقريبا 46، بتلاحظوا انه بكون عندي خلينا نقول بعض الشيء تقلبات مرتفعه باسواق المال، وبنشوف ارتفاعات ضخمه باسعار الذهب خاصه او تقلبات باسعار الذهب. الفولاتيليتي اندكس بكون اذا بدكم تاثيره المباشر على اسعار الذهب بشكل عام من وراء خلينا نقول تاريخ الفولاتيليتي اندكس، او اذا بدنا نرجع بالشهر بالرسم بين الشهري خلينا نقول، بتلاحظوا انه ما عندي امور او رسوم بيانيه واضحه. يعني من سنه 1991 لليوم تقريبا بتلاحظ انه عندنا بيكس بالفولاتيليتي اندكس، بتلاحظوا خلينا نقول بعض الشيء بيعمل انخفاضات وارتفاعات ولكن سريعه. فبالنسبه لي طبعا الفولاتيليتي اندكس لا يمكن انه نحدد اتجاهه، ولكن اذا بتلاحظوا انه عندي خلينا نقول ممكن تكون هون على شكل اي بي سي اللي هي اي بيرجع اي بي سي بي وهيدي ويف سي، فانهينا بيج اي بي سي اذا بدنا نحلل موجات اليوت، وهلا انهينا بيج ويف بي، يعني هون انتهت بيج ويف اي عم بتكلم، هون عم ننهي بيج ويف بي للفولاتيليتي اندكس، ونتوقع انه هلا ممكن يكون عندي بيج ويف سي اللي قادمه على طبعا ارتفاع الفولاتيليتي اندكس على المدى الطويل. ارتفاع الفولاتيليتي اندكس ممكن تكون خفضت بيج ويف بي وحددت تقريبا اكثر من مستوى ال 80%، يعني انخفاض الريجولر ويف لويف بي ممكن تاخذنا لمستويات ال 125%، يعني هلا بتلاحظ السوق ممكن تكون خلينا نقول بعض الشيء رايقه او ما عندي تقلبات مرتفعه، مش هيك ما عندي فرص استثمار واضحه لاسواق المال. فانخفاض الفولاتيليتي اندكس طبعا هيدا الشيء سلبي للمضاربين بشكل او اخر، لانه ما بيقدروا ياخذوا او يجنوا الارباح بشكل سريع ويخرجوا من اسواق المال، ولكن لازم ينتظروا على المركز نهار واثنين واسبوع واثنين. فبهذه الحاله ارتفاع الويف الفولاتيليتي اندكس بويف سي او بموجه سي المتوقع على المدى الطويل، نتوقع الفولاتيليتي ممكن ترتفع والتقلبات تكون هاي فولاتيليتي، ونرجع نشهد خلينا نقول تقلبات مثل ايام زمان. يعني عم نتكلم على اسعار الذهب اذا بتفوتوا على رسم بياني اليومي خلينا نقول او الاسبوعي وبترجعوا فيها بالزمن لورا لسنه تقريبا 2011،
بتلاحظوا انه باسبوع واحد او بشمعه خلينا نقول يوميه وحده كنا عم نشهد على شموع ضخمه جدا، اللي هي ممكن تاخذني خلينا نقول من مستويات 1800 دولار لمستوى 1500. عم نتكلم على شموع 300 دولار او على شموع 200 دولار. فهيدي الفولاتيليتي اللي عم بتكلم عليها، ان الشموع الضخمه اللي ممكن نشهد عليها على اسعار الذهب لما تكون الفولاتيليتي اندكس طبعا مرتفع، عم تشهد شموع ضخمه، عم نشهد خلينا نقول انخفاضات وارتفاع ضخمه باسواق المال. فهذا الشيء بيعطيني فرص اكثر على انه ممكن استفيد من اسواق المال والتقلبات الضخمه بسوق الفوركس. هذا هو بالنسبه للفولاتيليتي اندكس. ما عندي اي شيء اخر لقلو، ولكن كنت حابب اعطيكم هذه المعلومه لتعرفوا انه الفولاتيليتي اندكس طبعا هو شيء عالمي، السي بي او اي كرمال لا بحددوه طبعا الدول الكبرى كرمال لا نعرف اذا بدكم الخطوره الموجوده عندنا باسواق المال او بسوق الفوركس بشكل دقيق اكثر. بالنسبه لاسعار الذهب اذا بدنا نبتدي فيها بهيدي الجلسه، بدي اقول لكم انه عندي اشاره سلبيه، اغلاق شمعه تحت مستوى 1244 للاسبوع الماضي. طبعا كان عندي اشاره سلبيه، بتلاحظوا المستويات كان مستويات مهمه، مستوى 1244 كل عمره مستوى مهم جدا ولازم ناخذه بعين الاعتبار. بتلاحظوا اذا بنقدر ندخل خلينا نقول شوي اكثر، بتلاحظوا الامور او خطوط المقاومه والدعم اللي كان عم يشهدها على مستويات 1240 بشكل او اخر. فبالنسبه لي طبعا هلا قرب مستويات مهمه جدا وفاصل بين اتجاه الصاعد او الاتجاه الهابط على المدى طبعا القصير. ولكن انا بالنسبه لي اسعار الذهب ممكن نسجل خلينا نقول موجه انخفاض بعد اكثر لمستويات 1215 ومن ثم نرجع نرتفع عن جديد لنستهدف مستويات اعلى. خليني ادخل على رسم بياني اليومي. كنت قلت لكم انه بعد عندي موجه هبوط اخيره، كنت حددت خلينا نقول موجه الخامسه وتوقعت انه ممكن نرجع نستهدف موجه الخامسة لأسعار الذهب من اخر كمي اللي هي مستويات 1372 للقاع اللي هو عم يتداول بقربه هلا اللي هو مستوى 1240 1235. ممكن يكون بعدنا ب خلينا نقول موجه رقم 3 موجه رقم 4 اي بي سي ونرجع نخفض موجه الخامسه. بالنسبه لها هلا اي بي سي ممكن تكون خلينا نقول موجه ارتفاع بعد جديد لاسعار الذهب لنسجل ويف سي او 3 كوركتيف ويف لمستويات 1272 قبل ما نكفي اتجاه الهابط. فممكن تتوقعوا خلينا نقول موجه ارتفاع على اسعار الذهب، مش يعني ابتدينا الاتجاه الصاعد. بدكم تعرفوا انه موجه بعد هلا التصحيحي لمستويات اعلى يعني ممكن تاخذنا او ممكن تكون بعدنا بالسيناريو التصحيحي لنكفي الاتجاه السلبي والضغط السلبي على اسعار الذهب، طالما نحن بعدنا تحت خط المقاومه الموجود عندي. يعني بعدنا عم بقدر خلينا نقول انه نحن بعدنا بضغط سلبي وممكن تاخذنا الى مستويات بعد اوطى باستعمال فيبوناتشي من اخر قاع لاخر قمه. نتوقع زياره مستوى 61% اللي هي بشكل او اخر مستويات مهمة جدا وبناخذها بعين الاعتبار قبل ما نفكر بسيناريو مختلف اللي هي تقريبا قرب مستوى 1215. قلت لكم قبل مستوى 1215 مهم جدا لاسعار الذهب، ومنه رح نرجع نحدد سيناريو اذا رح تكون ايجابي او سلبي على المدى القصير. فطبعا اختراق مستوى 1215 ممكن ياخذني بسيناريو سلبي جدا على المدى الطويل. وكنت قلت لكم انا انه ما في شيء بيمنعني ارجع انخفض باسعار الذهب وتكون موجه الرابعه قد انتهت على المدى الطويل. يعني انا بالنسبه لإلي وبالنسبه للمحللين اللي هن طبعا بشوفهم بشكل يومي او اصدقائي، عم نجرب نكون عم نحلل خليني نقول سويا اسعار الذهب والسيناريو المفترض. كنا عم نحدد اذا هي موجه رقم واحد واثنين وانهت موجه رقم ثلاثه هون باني دياجونال خليني نقول او هذا الشكل، يعني اندنج دايجونال ويف 5 اوكي وهيدي موجه رقم 3 اللي هي 1 2 3 4 5. انتهينا موجه رقم 3، رجعنا اي بي سي خلينا نقول كانت فلات، انهينا ويف سي ويف 4 هون وبدنا ننخفض بويف 5. فبهذه الحاله هون نكون انهينا ويف 1 ويف 2 3 4 وبعد عنا ويف 5 او موجه هبوط بعد لمستويات 1200 خلينا نقول عفوا مستويات 894 و950. فطبعا هذا سيناريو جدا سلبي على اسعار الذهب اذا حابين نبتدي هذا السيناريو. وطبعا لكن السيناريو لما ناخذ اكتيفيشن باختراق مستوى 1215 واغلاق تحته بصير عند 1180، اغلاق تحت مستوى 1180 بيعطيني فورا سيناريو سلبي لزياره مستوى 950 و890. ولكن بنكون انهينا خمس موجات انخفاض، ولكن من وراء هذا الانخفاض موجه رقم 5 بيجيني ارتفاع ضخم جدا لزياره مستوى 1600 1700 وحتى فوق
2000، لانه عم نتكلم نحن بكون انتهاء بيج ويف 3 هون، بيج ويف 4 انهيناها هوني، ونتوقع بيج ويف 5 على المدى الطويل. فبالنسبه لي طبعا اذا في حال انخفضنا بعض اسعار الذهب لكعان جديده تحت مستوى الألف دولار أو الألف وأربعين اللي سجلناها سابقا، نتوقع إذا بدكم زخم الارتفاع يكون ضخم جدا، ومنجع ندخل بمراكز شراء على المدى الطويل بشكل أجرسف إذا بدكم. هيدا بالنسبة لأسعار الذهب. أما بالنسبة للكروسز اليوم كنت حاب مر على الكروسز، ومن ثم نرجع نحلل إذا بدكم نظريات اليورو دولار واسترليني دولار بشكل أو آخر. بالنسبة لي إذا بنبتدي خلينا نقول بالأزواج اللي بتبتدي بزوج الدولار اليورو دولار مثل اليورو ين على سبيل المثال، كنت قلت لكم بجلسة سابقة انه الشمعة اللي حصلنا عليها على الرسم بين الاسبوعي اللي هي شمعة بشكل مطرقة او الهامر تعطيني اشارة ايجابية، وانا اتوقع زيارة اخر كمة انخفضنا منها قبل ما نفكر باشارة سلبية عن جديد. نحن بالنسبة لنا زوج اليورو ين ابتدينا موجة هبوط من مستوى 137 لزيارة مستوى 124. هذه خلينا نقول هذا الانخفاض او السيناريو اللي عم نتكلم عليه بثلاث موجات تصحيحية بعد ممكن تكون ما انتهت. يعني نحن هلا بعدنا عم نتوقع ثلاث موجات ايضا معاكسه او الاتجاه المضاد لنكون انهينا ويف بي قبل ما نفكر بويف سي الضخمه لمستوى 118. بعدني مصر انه ممكن نزور مستوى 118 على اليورو ين. ضعف اليورو امام الين الياباني طبعا، ولكن هذا خلينا نقول بيدعم انخفاض اليورو امام الين، يعني قوه الين الياباني. قوه الين الياباني بدل على قوه الين الياباني مقابل الدولار الامريكي ايضا، ولكن اذا بدي اخذ هذا السيناريو طبعا ما ممكن ناخده بالوقت الحالي لانه زوج الدولار ين بارتفاع ضخم جدا وبسيناريو ايجابي. يعني ممكن هذا الشيء يأثر ايجابيا بعد على زوج اليورو ين. زيارة مستوى 133 ممكن منه نرجع نبتدي خلينا نقول باتجاه الهابط عن جديد، وزيارة مستوى 133.50 بتعزز مراكز البيع عندي، وخلينا نقول تدعم نظرية او السيناريو اللي ممكن يعطيني سيناريو سلبي على المدى القصير او المدى الوسط. طبعا اذا بدي ادخل على الدولار ين، الامور الشموع الايجابيه اللي عم ناخذها طبعا هذا الشيء ما ممكن انه يخليني ادخل بمراكز بيع على المدى القريب. اول شيء اخترقنا مستوى او خط مقاومه واضح جدا انه هذا الشيء ايجابي للدولار الامريكي مقابل الين الياباني. سيطرت الدولار الامريكي في الولايات المتحده، هذا الشيء بيدعم خلينا نقول ممكن يكون عم يدعم طلب الدولار الامريكي في بلدان العالم كله. كنت تكلمت سابقا على سندات الخزينه اللي ممكن تكون عم تعطي دعم للمستثمرين او خلينا نقول فرصه استثمار امنه جدا. مثل ما بتعرفوا خلينا نقول سندات الخزينه اصلا امنه، ال 5 year bond 10 year bond، عم بتكلم على treasury bonds سندات الدولة اللي هي بتكون أأمن شيء. كيف لا تكون سندات الخزينة في الولايات المتحدة اللي هي أأمن شيء بالعالم؟ إذا عم تعطيني 3% أو 4% هيدا الشيء عظيم جدا، فبالنسبة للمستثمر ممكن يلتجي لإلها أو لسندات الخزينة بدل العملات الرئيسية أو خلينا نقول السلع الموجودة عندي بأسواق المال. مش هيك بتلاحظوا عندي سوق الأسهم اللي هو الـ S&P 500 والمؤشرات الأمريكية عم بتحافظ على مستويات المرتفعة وعلى الأمور أو السيناريوهات الإيجابية. فهذا الشيء طبعا بيخلي المستثمر يلتجي للدولار الأمريكي قبل ما يشتري سندات الخزينة. طبعا نحن ما فينا نشتري سندات الخزينة في العملة الأجنبية، لازم نشتري في البداية دولار أمريكي ومن ثم نستثمر في سندات الخزينة. هيدي السيركل أو السيناريو اللي عم بيحصل عنا هون عم بيزيد الطلب على الدولار الأمريكي بشكل ضخم جدا، وهذا الشيء طبعا يدعم ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات، ولكن منه شيء أساسي خلينا نقول لا نقدر ندخل بفرص استثمار فيه. يعني ممكن عملة أخرى يكون اقتصاد أفضل بكتير الولايات المتحدة تقوى على الدولار الأمريكي. يعني نشهد خلينا نقول على سبيل المثال ارتفاع للأسترالي دولار وانخفاض لليورو دولار، فهذا الشيء طبعا ما بدكم تاخذوه بعين الاعتبار انه ضعف الدولار الامريكي او قوه الدولار الامريكي ممكن تاخذ الاتجاه الهابط او الصاعد للعملات الرئيسيه باجمعها. فممكن يكون عندي سيناريوهات مختلفه وسيناريوهات مفترضه طبعا يعني بتختلف عن يعني عن بعض البعض بالنسبه لليورو او الاسترليني او الاسترالي او نيوزيلندي. هلا اذا بدي اخذ الدولار ين واستعمل ايشيموكو هيو اللي هو المؤشر الياباني، بالنسبه لرسم بين الاسبوع يعني عم بتكلم على المدى الطويل، اغلاق شمعه الاسبوع الماضي فوق الغيمه او شو فوق خلينا نقول الضغط السلبي اللي هي بتقدمه الايشيموكو او هذا المؤشر، عطيني اشاره ايجابيه واغلاق فوقه ممكن يخدني لمستويات بعد اعلى. مستويات ال114 اصبحت منتظره عنا واصبح هدف لنا. ما ممكن نفكر كمستثمر
او كمضارب ادخل بالاتجاه المضاد للدولار ين وافكر بالاتجاه الهابط. كان عندي سيناريو هابط طبعا ولكن تحت مستوى ال 111.30، وكنتوا بتعرفوا انه اغلاق فوق مستوى ال 111.30 هذا شيء ايجابي جدا للدولار ين. منا فرصه استثمار عندي مش هيك، ولا مره فكرت انه ادخل بمراكز بيع. كنتوا سالتوني انه ليش ما بتدخلوا ندخل بمراكز بيع على الدولار ين، اذا في حال بعد ما شايف هذا السيناريو كنت قلت لكم انه منا فرصه استثمار مميزه، مش هيك كنت بفضل اشاره معينه او اشاره انعكاسيه. فهذا الشيء الامن اللي كنت عم بتكلم عليه. استاذ وسام كان سالني سابقا انه ليش ما ندخل بمركز بيع على الدولار ين اذا في حال احنا كنا شايفين خلينا نقول سيناريو سلبي من هذه المستويات اللي هي ممكن تكون 111.30 راس الارتفاع او خلينا نقول القمه لهذا الارتفاع. وقلت قلت لكم بفضل انتظر اشاره انعكاسيه. هذا التداول عم اتكلم عليه هو التداول الامن اللي هو منتظر كمحللين تقنيين اشاره انعكاسيه لنقدر ناخذ سيل سيجنال وندخل باسواق المال. السيل سيجنال اللي اخذته على اليورو جي بي بي بعدنا شغالين فيها، بعد خلينا نقول منتظر اشاره انعكاسيه بشكل اقوى وبشكل اندفاعي اكثر. الشموع اليابانيه اللي عم تشوفوها عم نحصل عليها على الرسم بيني اليومي كثير فيها تقلبات، كثير فيها ارتفاعات وانخفاضات بشكل ضخم، عم يعمل فجوات سعريه هذا الكراس او هذا الزوج اللي هو اليورو مقابل استرليني على طول. عندي اذا بدكم فجوات سعريه بنحصل عليه لانه عندي عملتين اساسيات وعملتين قويه جدا على باسواق المال او بسوق الفوركس. ولكن اذا في حال ابتدى هذا الانخفاض الضخم خلينا نقول ممكن انه نرجع نستهدف مستويات مهمه جدا 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 لا يعني تقريبا عفوا لليورو جي بي بي. هذا بيدعم اذا بدكم سيناريو ايجابي لنا وللمركز اللي دخلنا فيه اللي هو مركز بيع على اليورو جي بي بي، وبنبتدي بالسيناريو السلبي. هلا نحن على رسم بيني الاسبوع عندنا ضغط بمؤشر الايشيموكي، عم بتلاحظوا انه نحن عم نتداول اذا بدكم بضغط سلبي تحت مستويات هذه الغيمه اللي هي هذا المؤشر الياباني اللي بيعطيني اذا بدكم اشاره بيع او شراء يعني بمعظم اذا بدكم الامور او المتوسطات المتحركه الموجوده بهذا المؤشر. عندي ضغط سلبي لانه عم نتداول تقريبا تحت او ضمن هذه الغيمه، نتوقع اشاره سلبيه وزياره مستوى 0.83 على المدى القصير. ضعف اليورو دولار امام استرليني، كنت تكلمت على ايجابيه استرليني او السيناريو المفترض اللي ممكن نشهده على زوج الاسترليني دولار نهار الجمعه. كنت قلت لكم انه انخفاض لمستويات 130 كانت اذا بدكم اشاره شراء او دعم، وقلت لكم زرنا مستوى 76.4% وما اغلقنا تحته، فهذا الشيء ممكن يعطيني اشاره او سيناريو ايجابي لاسعار الجي بي بي اس دي لزياره مستوى 134. وكنت قلت لكم مستوى مهم جدا، واليورو دولار قد زار مستويات 61%، وقلت لكم لانه استرليني دولار زار مستوى 76.4% واليورو دولار مستوى 61.8% نتوقع ارتفاع استرليني دولار بشكل اسرع واندفاع اكثر من اليورو دولار، لانه كل ما نمغط اذا بدكم الانخفاض الارتفاع رح يكون اسرع والمومنتوم او زخم الارتفاع رح يكون اقوى. فهيدي بالنسبه للتحاليل للعملات الرئيسيه مثل اليورو استرليني دولار، وهذا بيدعم نظريه السيناريو السلبي اللي نتوقعه على اليورو استرليني. اما بالنسبه للكروسز الاخرى مثل خلينا نقول اليورو نيوزيلندي على سبيل المثال، اليورو نيوزيلندي داخلين بمرحله مهمه جدا فيه. كنت قلت لكم انه عندي مستوى او خلينا نقول خط مقاومه كنا دخلنا فيها من وراء انخفاض اللي حصلنا عليه من قمه 174، دخلنا برجعنا ويف خلينا نقول افقيه، ولكن هذا الشيء طبعا بدل على اكسباندينج تراينجل او ممكن تكون خلينا نقول مثلث ولكن بشكل المعاكس، يعني ما هو مثلث يعني بدي ولكن طبعا بشكل اكسباندينج او بيوسع، وهذا الشيء طبعا سلبي على المدى الطويل. نتوقع انه ممكن نرجع نزور مستويات اوطى مستويات 159 لليورو نيوزيلندي، فهذا الشيء طبعا بيعطيني سيناريو سلبي او ضغط سلبي على اليورو مقابل النيوزيلندي، ولكن بحاله وحده اذا حافظنا على القمه اللي سجلناها اللي هو هي قمه 173 لهذا الزوج. فممنوع يتم اختراق مستوى 173.80 ويغلق فوقه، اخر قمه سجلناها لليورو النيوزيلندي لازم نحترمها اذا في حال بدنا نضلنا بالسيناريو السلبي. انما اذا بدخل على رسم بين الاربع ساعات وافكر خلينا نقول بنقطه دخول مميزه، لازم انتظر مستويات 76.4% كحد اقصى على هذا الزوج، يعني ممكن ننتظر مستويات خلينا نقول
بشكل دقيق المستوى 173-22، يعني الارتفاع بعد 50 نقطة لهذا الزوج. ممكن ناخد سيناريو سلبي ونبتدي موجة هبوط جديدة مع وقف خسارة فوق آخر قمة أو فوق مستويات 173-80. عندي وقف خسارة قريب جدا اللي هو يعتبر تقريبا بحدود 60 بيب أو 60 نقطة مقابل أرباح عم نتكلم لمستويات 159. عم نتكلم على سيناريو ضخم جدا لهذا الزوج. وطبعا السيناريو اللي بيدعم إذا بتكون هذه النظرية اللي هي الشمعة اللي حصلنا عليها من تقريبا أسبوعين لورا، تعتبر كشمعة مطر أو هذا الشيء سلبي للرسم البياني لليورو نيوزيلندي. فنتوقع أنه ممكن حد سلمتس على هذا الزوج، ونبتدي إذا بدكم بسيناريو خلينا نقول تصحيح قبل ما نبتدي بسيناريو اندفاعي، ونقول أنه ممكن نبتدي ثلاث موجات تصحيحية لهذا الزوج قبل ما تبدأ اتجاه الصاعد. ولكن ثلاث موجات تصحيحية بتخدني ب 300 نقطة انخفاض، وهذا الشيء ممكن يعطيني فرصة استثمار. خلينا نقول بعرض فيبوناتشي على هذا الرسم البياني من آخر قمة لآخر قاع، ومستويات 76.4% اللي هي مستويات خلينا نقول 1.7320، رح ندخل بسلمة أوردر، رح ندخل سلمة أوردر قرب مستويات خلينا نقول pending order، سلمة order 1.73 10 رح ندخلها، وما رح نعرضها 20، رح نعطي إذا بدكم مجال أكثر 173 10 سلمة order الفوليوم عقد واحد. طبعا لأن أنا عم بتداول بأكاونت ديمو أكاونت تجريبي ب 100,000 فقط، بس كرمال لنقدر نعرف إذا بدكم السيناريوهات المفترضة على رسوم بيانية ونقدر ندخل بمراكز. ولكن أنتم بتكون تعرفوا أنه تختاروا إدارة المخاطر وتختاروا وعدد العقود اللي لازم تدخلوا فيها جزء من العقد، ما تكتروا، ما تعرفوا انه انتوا طبعا ما تدخلوا بالجريد او الطمع اللي ممكن يأثر سيكولوجية سوق المال عليكم وسوق الفرق بشكل عام. ستوب لوس او وقف الخسارة رح نعرضه فوق اخر كمي، يعني عند مستويات 174 او 1.74 خلينا نقول 50 174 50، رح نعطيه مستويات اكتر بما انه ممكن ناخد الريجولر ويف بي خلينا نقول اللي هي مستوى 125%. كنت قلت لكم على طول وقف الخسارة لازم يكون من اخر قمة لاخر قاع، بكون عندي فيبوناتشي، ممكن يكون عندي الريجولر ويف بي او الريجولر خلينا نقول ويف 2، يعني نرتفع ونزور مستويات 125%. كنت على طول بذكر لكم هذا السيناريو اللي هو ممكن يضيع على طول المستثمر بشكل او اخر. فطبعا بالنسبه لنا نتوقع على طول اذا ممكن نحدد خلينا نقول وقف الخساره فوق مستوى 125% بكون افضل. راح نحط وقف الخساره عند مستوى 174 60 خلينا نقول، ونرجع ناخذ سيناريو سلبي او تيك بروفيت عند مستويات ال 167، او خلينا نستعمل فيبوناتشي اكسبانشن خلينا نقول بشكل او اخر لنكون دقيقين اكثر باخر قاع اوكي لاخر قمه فيبوناتشي اكسبانشن، ونحددها قرب مستويات خلينا نقول ال 173، ونرجع ناخذ هدف اللي هو ال 170 كهدف اول، 170 80 يعني ممكن نستفيد فيه بحدود 300 نقطه، وانا برايي سيناريو او فرصه استثمار مهمه. فراح نحدد التيك بروفيت على مستوى ال 170 80 موديفاي اوردر، هذا بالنسبه للمركز او فرصه استثمار ممكن تكون موجوده ايضا عندي يورو نيوزيلندي. سلمت اوردر او مركز pending اوردر خلينا نقول او امر مغلق اللي هو قرب مستوى 173 10 اوكي، سلمت اوردر 173 10 اوكي، البرايس هون اخذها 18 خلينا نعدلها 1.7310 اوكي، وتيك بروفيت تحديد الربح على 170 80 اوكي. وطبعا السعر الحالي قريب جدا، يعني ممكن بعد 40 نقطة ياخذ السلمت اوردر تبعنا. هذا بالنسبة لفرصة الاستثمار. بالنسبة لاستاذ انتو طبعا رح ندخل وندخل على اليورو استرالي لنشوف شو رأينا باليورو استرالي، ولكن اليورو استرالي نفس الشيء مثل اليورو نيوزيلندي، يعني اذا عم نتوقع اليورو نيوزيلندي انه ممكن يرتفع بعد موجة اخيرة ونبتدي بموجة هبوط، نتوقع انه اليورو استرالي يكون نفس الشيء، بما انه الاسترالي والنيوزيلندي تقريبا العملتين بيمشوا سويا او بيمشوا بنفس الاتجاه. فإذا دخولنا اليورو أسترالي إذا بدك ممكن يكون عنا نفس السيناريو، هذا اليورو أسترالي ممكن يكون عنا نفس السيناريو إنه نحن داخلين خلينا نقول بموجات تصحيحية، وداخلين بإكسباندينج تراينجل اللي هو ويف 5 أو الموجة الخامسة، ونتوقع انخفاض. ولكن ممكن يكون عندي هون بشكل أو آخر يعني ويف A B C دي اي خلينا نقول اوكي، او ممكن نكون انهينا ويف 5 اذا بدنا نعتبرها ويف 5 او انتهاء خلينا نقول الموجه الخامسه عند قرب هذه القمه، نتوقع الاتجاه المعاكس اللي هو
خلينا نقول موجة التصحيح اللي هي A B C D E اللي هي انهينا من هون Big A B C D E عم نرتفع هلأ اللي هي ممكن تخدنا لمستوى 157-80 قبل ما نكفي اتجاه الهابط الموجة التصحيح لمستوى 155. فهذا طبعا السيناريو بيدعم على انه ممكن نرتفع ايضا باليورو استرالي او اليورو نيوزيلندي لمستويات بعد اعلى. اوكي اذا بدي ادخل برسم بيانة الساعة ممكن نحدد انخفاض هلأ بموجة رقم 4 نحن او نحدد انخفاض 5 موجات، موجة رقم 1 wave 1 2 3 عم ندخل ب A B C اللي هي wave 4 وننخفض ب wave 5 على المدى القصير للمدى الوسط. ارتفاع اليورو استرالي لمستويات 157-70 ممكن تعزز مراكز البيع وندخل بسيناريو سلبي على المدى القصير. هذا بالنسبة لليورو استرالي. بالنسبة ل الجي بي بي كاد استاذ رفيق طبعا ممكن ندخل عليه ونحل سويا الجي بي بي كاد. الجي بي بي كاد اذا بدنا نحدد خليني اقول جي بي بي يو اس دي نتوقع ارتفاع الجي بي بي يو اس دي ونتوقع ضعف الدولار كاد او قوه الدولار كاد. اوكي هذا الشيء ممكن يخدنا بمرحله افقيه بعد اكثر مرحله افقيه اكثر. لقلك ليش استاذ رفيق؟ لانه نتوقع نحن بشكل او اخر اذا بدنا ناخذ الجي بي بي GBP USD وبدنا نرجع ناخذ USD CAD. اوكي خليني اقول GBP USD نتوقع ارتفاع GBP USD مثل ما تكلمنا بالسيناريو، ولكن USD CAD نتوقع انخفاض USD CAD لان انا كنت مريت على رسم بياني الدولار الكندي واتوقع ضعف الدولار الكندي يعني قوه الكندي. يعني عم نتكلم على ضعف GBP، ضعف خليني اقول نرجع ندون امامنا العملات الرئيسيه لحالها GBP وCAD. فبالنسبة لألي إذا نتوقع انخفاض ارتفاع الجي بي بي يو اس دي يعني نتوقع ارتفاع الجي بي بي، وانخفاض اليو اس دي كاد يعني ارتفاع الكاد. فلما يكون عندي عملتين نتوقع السيناريو يكونوا نفس الاتجاه، يعني ارتفاع الجي بي أو ارتفاع الكاد نتوقع أنه ما بيكون عندي اتجاه كتير ضخم على هذا الرسم البياني، ولكن من الواضح أنه ممكن يكون عندي بعد مرحلة أفقية أكثر. ولكن من الواضح أيضا أنه عندي انخفاض بشكل 5 موجات، موجة رقم 1-2-3، موجة رقم 4 دخلنا فيها بمرحلة أفقية، ولكن هذه المرحلة الأفقية ممكن بعد تاخذ بعد وقت أكثر قبل ما نبتدي موجة هبوط جديدة لزيارة مستوى 170 خلينا نقول أو مستوى 169. على المدى الطويل نتوقع انخفاض لهذا الزوج، نتوقع انخفاض موجة الخامسة، ولكن أي متى ممكن ننتهي من هذه المرحلة الأفقية هذه اللي ما ممكن أن نحدد لك إياها، ولكن ممكن نرجع ندخل الأليجيتر مؤشر الأليجيتر خلينا نقول بالترند. اوكي او خلينا نقول موجود عندي ميلة برا مؤشر الاليجيتر او مؤشر التمساح. لما نحصل على اختراق المتوسطات المتحركة اللي هو الاصغر الاخضر يخترق الاحمر والازرق بالاتجاه الهابط مثل ما عندي اياه بسيناريو خلينا نقول اخر او بالسيناريو الموجود عندي هون، هذا الاختراق لما المتوسطات المتحركة يلتفوا على بعضهم البعض ويخترقوا بعضهم البعض بالاتجاه الهابط نرجع بنفكر بسيناريو سلبي على المدى القصير للوسط طبعا. فبهذه الحالة ممكن تنتظر هذا المؤشر لنبتدي الاتجاه الهابط وتاخذ سيناريو ونعزز مراكز البيع. ولكن بالنسبة لي المرحلة الأفقية ممكن بعد تطول بشكل أو آخر بالوقت الحالي قبل ما نبتدي أو نعزز مراكز البيع ونبتدي بالسيناريو السلبي. هذا بالنسبة للجي بي بي كاد. إذا حدا بحب نرجع نحلل أيضا زوج آخر أنا موجود للخدمة. أنا بالنسبة لي هذه جلسة كنت حابب إنه تكون خلينا نقول بالنسبة للكروسز أكثر ولا الأزواج الإكزوتيك أكثر من العملات الرئيسية مثل اليورو استرليني والأمور اللي عم نمر عليها بشكل يومي أو بجلسات الصباحية بشكل يومي. كم مريت على أسعار الذهب، تكلمت شوي عن المؤشرات، عن سندات الخزينة، عن طلب الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، على جي بي يو دي، عن يورو جي بي بي، عن يورو نيوزيلندي، أعطيتكم مركز سلمت أوردر اللي هي أمر معلق ممكن يكون عندي فرصة استثمار هذا الأسبوع. فأنا بالنسبة لي هذه جلسة إن شاء الله كانت مثمرة لألكم. أنا بتمنى أسبوع تداول طبعا موفق للجميع وأيضا نهار مثمر للجميع. رح أكون معكم بجلسة تعليمية بعد الظهر إن شاء الله. كان معكم المحلل التقني جزاف ظهرية من شركة تكمل. إلى اللقاء.